حل أي مشكلة بالعالم هو بالمواجهة أو التواجه. لماذا لا يتواجه صدر مع أو ما ينوب عنه مع قادة الإطار التنسيقي ويعلمهم بنفسه بما يريد، وهنا يطلب ضمانات أيضا وتحل المشكلة؟ دعيني أحييك أولا. لم أحييك في أهلا وسهلا. الكلام في الواقع التيار الصدري لا يريد أن يذهب إلى حوار لا جدوى منه، هو يعرف ذلك. كل الحوارات التي أدارها مع الإطار التنسيقي لم تفضي إلى نتيجة إيجابية يقتنع بها. شروط التيار الصدري واضحة والحلول واضحة، لكن الآخر لا يريد أن يصل إليها ولا يريد أن يناقشها، هو يتحاور على الحل ولا يريد أن يحل. لو قال إننا سنحل البرلمان في ظرف سنة وسنشكل الحكومة وهذه الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات، نعم سيتفاوض على آلياتها، قانون الانتخابات، تخصيص الأموال، ولكنهم قالوا ولكن يا دكتور غالب بأن الانتخابات المبكرة ممكنة. واليوم قالوا الانتخابات مبكرة، إذن مخاوف التيار الصدري في محلها، يعني بمعنى أنهم أن التيار الصدري دائما لديهم مخاوف، ويبدو أن هذه المخاوف التي سبق وأن جربها معهم الآن اتضحت.